أميرة ازيك؟ صباح النور. أهلا، أنا رنا. ازيك يا رنا؟ بونجور. الهدوء اللي عندكم ده، حد يطلع جست؟ لك ده تفكير صح. يعني حياتنا ما تتوقفش على شخص. أكيد انفصلنا ندخل علاقة تانية، انفصلنا تاني، لأن كده كده احنا العمر ده محسوب علينا. فبدل ما يضيع بقى في ايه، في التركيز والحذر الزايد و احنا ممكن ان احنا ندخل في حاجات جديدة وتجارب جديدة، بحيث ان احنا نقدر نستمتع اكتر. أكيد. بدي أقول لك شي دكتور مصطفى، الفترة اللي فاتت يعني أيام قليلة، يعني من شهر، كنت في أسوأ أيام حياتي. سبحان اللي مغير الأحوال. ما قلت لك أنا حبيت واحد وهيك وتعلقت فيه، لكن هو خني وكسر بخاطري وعمل كتير أشياء يعني ضرني، لأني حبيته كتير، يعني لعب بأعصابي وتعبني كتير، وكنت يعني زي كأنه غشاوة على عيوني ما بشوفش أخطائه. والله هو محدش بيفلت من الموضوع ده، يعني كلنا بنقع في نفس يعني الموقف، بس هل وكان حد هيك يعني بيغفل؟ دخلت ما بعرف، يعني كأني وقعت في بير ومش قادرة هيك أطلع منه، مش عارفة. مخي بيقول لي اطلعي، هذا ما ينفعكش، وقلبي كتير بيحن له. يعني تعبت كتير. لا، هو كل الحكاية ان هو عنده حاجات انت بتدور عليها في اشخاص تانية لكن ما لقيتهاش عند حد. صح تمام، صح هو هيك. فخلي بالك، بصي، الحاجات اللي عنده دي انت بتحبيها او عجباكي، لكن الشخص التاني، كل راجل وكل ست مختلفين نهائيا عن بعض، صح كل واحد ليه طعم وليه نكهة كده، طب حاجة مختلفة، مفيش اتنين شبه بعض. مميزات صح وعيوب، هنا مميزات وعيوب، ده مميز في كذا لكن عنده عيوب في كذا، فالميكس اللي موجود في البشر التغيير حلو يعني. هو المفروض كان عملوا موضوع الجواز ده، يتجوز 3 سنين وينفصل أفضل. والله هيك. المهم يا دكتور، يعني للفترة اللي فاتت يعني وكأنه هيك عفس على كرامتي، كل ما أنا قله راح أتركك هو بيتركني بسرعة. يعني وكأنه يعني مش يعني قيمتي عنده صفر. لا، هو مش قيمتك عنده صفر، هو تعبني. مش وحش، هو الشخص ده مش وحش. تمام، مسكت ايده قبل كده او قابلتيه؟ أكيد. طب ايده فيها ميه بشكل مستمر يعني، صح؟ صح هو عراق يعني. انت تصرفت غلط، لان معقول؟ اللي في ايده ميه ما ينفعش نقدم له تهديد الانسحاب. مجرد ان حد يقول له بسيبك بيتوقف فورا، طبيعته كده بيتوقف فورا. هددني مرة يبقى هيهددني تاني، فهو بيبعد عن الناس اللي هي بتهدده يعني. المهم أنا حابة إني أعرف قيمتي عنده، يعني حبيت إنه هيك يتمسك فيا وحسسني إني أنا قيمة عنده، مستحيل يستغنى عني. حلمت أنا حلم اهبل. وانت كمان وانا كمان. طيب ماشي. اللي ايده متعركة ده شخصية كده، ميكس لذيذ قوي قوي قوي، بس بيخاف من التهديدات. مجرد حد يقدم له تهديد فبينسحب من حياته فورا. هو حتى بصي، حساس. هو هيقول لك هو ايه؟ حساس. يقول لك ان انا مشتريكي لكني مش بايع نفسي. هيك وقفت نفسه قبل. في يا بت، هاتي مناديك، ملك بنتي. الله يفضل عليك. الله يخليك.
الشخص اللي هو اللي ايده متعركه ده بيدور على الحب المثالي، والحب المثالي ما فيهوش تهديد، هو مش هيلاقي، هيقعد لوحده كده فتره طويله يعني. دكتور، يعني هو عارف إني أنا قدمت له كتير وإني أنا تقبلت أخطائه كتير بس وعم هددتيه، بس انت هددتيه، قلت له ان انا ممكن بس هو اسيبك، لا، هو تعرف شو فاهمه؟ عمل؟ عم يخوني، عم يخوني عيني عينك، عم يتكلم مع بنات، عم يروح مع نسوان. يعني أنا هذا اللي اكتشفته، أنا عقبت عليه وشفته لقيته عم بيعمل هيك، قلت له ليش عم تعمل هيك؟ ايوه، هو أنا رومانسي، هو رومانسي، هو يعني علاقته نسوان، بالبنات انه النسوان بيدور، بتحبه بيدور على كتير. الحب مثالي. طيب، هو كلمك يعني حسسك بالانسحاب بعد ما قدمت له تهديد ان انا ممكن اسيبك وامشي، ولا قبليها؟ يعني أنا قبل لما كنت أنا وياه هو انسحب مني، حسيت يعني إنه روحه ضل يعني جسم معايا ودايما على التليفون وهيك وهيك. قلت له أنا بقدم لك حب وعطا وكل شيء، أنت لازم تقدم لي نفس الشيء، أنت مو موجود، أنت عم تتبع في شيء، عم تتواصل مع ناس بالنسبة لك تانية، عم انت، تعطي وقتك. بالنسبة لك انت، بص بص، شوف اصبعك كده من هنا أها عريض ورفيع زي كده، شبه ده عندك كده، اصبعك عندك زي ده كده، صح؟ ده سبابة، شبه ده، صح كده؟ صح. تمام. وهو ايده متعركة، هو ده إيده ينفع أصلي توافق، ومتعرف ده ينفع ان انت وهو تتوافقوا مع بعض. أكيد لكن بكتير. المشكلة، المشكلة انت شايفة ان هو اصلا يعني ده المثال بتاعك، وهو شايفك نفس الوضع، صح. لكن المشكلة بقى في اللي ايديهم متعرقة دول، ما ينفعش نقول لهم ان انا هسيبك، ده علشان تكسبيه تقولي له ان انا عمري ما هسيبك، فخلاص هو كده مديلك الامان. مجرد نعم تقدمي له تهديد في اي لحظة، وخصوصا وقت الغضب، فهو متأكد إن وقت الغضب ده الكلام بيطلع حقيقي، هو تمام؟ هيك عم يركز إنما عم أنت وهو، أنت وهو متوافقين مع بعض. هقول لك ميزة تحليل الشخصيات في توافق الزواج، لأن توافق الزواج ملوش علاقة بتحليل الشخصية، ده حاجة وده حاجة. دكتور، إنه كان في تضارب أفكار و يعني بين قلبي، يعني كنت أنا كيف بدي أوصل لك يا الفكرة، كنت بدي إياه يكون إلي روح وشكل وروح وبدن يعني، وهو كان يعني عم يغيرني عم يبدلني، ما بحطنيش أنا في القمة، دايما يعني بيغيرني، موصلش إنه حبني لدرجة الحب اللي أنا حبيته إياه، إني تعبت كتير وتحملت كتير مشانه، وصلت إني قلت خلص رح سيبه يعني كثرة أخطائه، يعني هذا ما بينفعنيش، هذا تعبني، ويعني قرب يجن، أنا مش انسحبت متوقع. فجأة، ما بين ليلة ونهار قررت قلت